بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وبركة ومحبة وسرور في أرضية ميدان المرموم لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. نتواصل شكرا لزملائي وإخواني المعلقين في تواصل الأشواط التي مضت في هذه الليلة، وانطلقنا في هذه اللحظات وقبل قليل مع انطلاقة الشوط. تابعنا عبر شاشة دبي ريسنج هذه الانطلاقات، وينطلق الشوط الثامن حامل الأبكار الثنايا في هذه الانطلاقات. شعارات ومؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ تتنافس على شرف الفوز والناموس على هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى المقدمة في هذه الانطلاقة وفي هذا الاندفاع الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان. ننطلق مع المركز الأول، الشاهينية على مقدمة الشوط من هجن العاصفة، يضمرها اللي يدير تضميرها وعنايتها غياث الهلالي. بينما المركز الثاني، الشاهينية أيضا من هجن العاصفة تتقدم مع غياث الهلالي. دخول في هذه اللحظات وتدخل من الشاهينية لاسم الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم عتيج بن علي بن خفيه يضمرها. المركز الرابع ايضا هجن العاصفه تتقدم والشاهينيه وغياث الهلالي يدير تضميرها. بينما المركز الخامس تتقدم الحرقة من هجن الشحانية، يضمر الحرقة جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل يأتي بهذا الاندفاع مع الحرقة في المركز الخامس. المركز السادس أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، ويضمرها اللي هو طارش بن مبارك بالقوبع. تتدخل الشاهينية في هذا الاندفاع وبيداها وشكلها الجميل. الشاهينية من هجن الرياسة يقودها أحد الشباب سعيد بن مظفر بن محمد العامري في عملية التضمير. والمركز السابع ولا الثامن يا راعي مصيحة، الثامنة هذه الثامنة تدخلت في المركز الثامن الشاهينية أو 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 هذه نعم تدخلت في هذه اللحظات عوايد من هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري يضمرها. والمركز التاسع الشاهينية في تاسع المراكز من هجن الرياسة يضمرها سعيد بن مضفى العامري. والمركز العاشر هجن العاصفة الشاهينية ويضمرها غياث الهلالي. هذه النتيجة، هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع الجميل والشيق والرائع الذي يحمل ميدان المرموم مع الثنايا اليوم. هذه الأبكار اللي العام الماضي قدمت إنجازات وقدمت الكثير، يعني مع التواصل الإعلامي ومع المحللين مع الجماهير مع المحبين اللي يتابعون، قدمت الكثير من الإنجازات. أتت في منتصف هذا الموسم الشتوي الجميل للتطلع للانطلاق على هذا الاندفاع وهذا التحدي الجميل اللي تنطلق في هذا اليوم مع الثمانية كيلومترات في هذا الانطلاق. الشاهينية من هجن العاصفة على رأس حربة الشوط وهي تقود المسار، ويتابعها ويضمرها اللي هو غياث الهلالي. غياث الهلالي ياما وياما 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 هجن العاصفة قدمت عندك يا الهلالي من الإنجازات والأسماء اللي مرت وانطلقت. عموما على كل حال شكرا على هذا الأداء وهذا الانطلاق. المركز الثاني الشاهينية على المركز الثاني من هجن الرياسة سعيد بن مظفر يقود الشاهينية على المركز الثاني، ويقدم كذلك موازرة من الشاهينية الثانية على المركز الثالث بشعار هجن الرياسة. أما المركز الرابع كذلك
تأتينا الحرقة على المركز الرابع. الحرقة تتقدم في هذه اللحظات، هذه 18، أنا دعتها 16 عموما. على كل حال عوايد، هذه عوايد، راعية العوايد، عوايد من هجن الشحانية، يضمرها الشبل سالم بن فهران المري بالشعار العنابي القطري اللي يشكل في هذه المؤسسة الكثير والكثير في التنافس الخليجي الجمهوري. شكرا على هذه المشاركة وشكرا على هذا الدعم كذلك لتأتي هذه الرياضة لرفع مستوى هذه الرياضة من قادة الخليج كافة، طال الله في أعمارهم وأبقاهم ذخر للوطن وللشعب لرياضتنا ودعمها ومضمريها وانطلاقتها الجميلة. عموما على كل حال بكمل النداء في هذا الانطلاق وبقول المركز السادس. سادس المراكز مشاهدينا الأعزاء، الشاهينية من هجن العاصفة تتقدم في هذه اللحظات ويضمرها غياث الهلالي، بينما ناتي في المركز السابع في هذه اللحظة. سابع المراكز تدخل هجن العاصفة بالشاهينية مع غياث الهلالي. المركز الثامن أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها طارش، يوم طارش في شبابه ضمره وفعله غير، تلقى فتيله شنابه جنها جوانح طير، ببطي طارش من ضمر الكثير والكثير، حمل لقب مضمر الشرق الاوسط كذلك من انجازاته مع هذا الشعار. عموما يستحق الاشاده هذا التذكير للتاريخ، بينما هناك هجن العاصف في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان. قربنا من 3 كيلومترات، قربنا من حزام القابات مع الكبار، ويا مجمل الرقص مع الكبار، يا مجمل الرقص مع الكبار في المساء خصيصا في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل والرائع في تحدياتي هذا المساء وهذا الانطلاق. الله، نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى المركز الأول مع هذه الانطلاقات مع هذه التحديات. نسير مع الشاهينية، غيرت إلى مقدمة الشوط، غيرت 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 من سمعة الزقرة، غيرت في هذا الاندفاع، غيرت الشاهينية من هجن الرياسة، يقودها ويضمرها سعيد بن مظفر بن محمد العامري، بينما المركز الثاني الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي. المركز الثالث الشاهينية من هجن الرياسة يضمرها سعيد بن مظفر العامري. المركز الرابع هجن العاصفة بتضمير غياث الهلالي. المركز الخامس هجن الشحانية وعوايد وجابر بن سالم بن فهران. بن فهران يقدم عوايد، والعاصفة كذلك قدمت شواهينها في هذا الشوط، خصيصا في هذا المساء في الثنايا. الهلالي 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 باين استعداد. شكرا لجماهير لمتابعي هجن العاصفة، هجن الشحانية من الجانب الآخر، هذه اللي هي الحرقة، هذه من هجن الشحانية جار الله بن طالب بن عقيل البرنس كذلك من قدم هذه الانطلاقات وهذه التحديات. الله 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 الله، نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى المراكز الأولى. أعود إلى المراكز الأولى، أنطلق مع المركز الأول مع هذا الاندفاع والانطلاق. زادت السرعة، تغيرت الأمور، بدأت الانطلاقات، شلوا الأجهزة في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق. الشاهينية من هجن العاصفة على مقدمة الشوط، على مقدمة الشوط غياث الهلالي يضمرها وتندفع بالمقدمة. الشاهينية في المركز الثاني،
هيجن الرياسة بالشعار الحمر الخطر، وسعيد بن مظفر العامري يتولى عملية التضمير، وعوايد يا عوايد من هجن الشحانية، جابر بن سالم بن فاران، بن فاران عوايد يا عوايد، راعية العوايد وتندفع في هذه اللحظات على المركز الثالث. ننطلق مع هذه الانطلاقات، والشاهينية من هجن الرياسة مع سعيد بن مظفر، ووصل بن زيتون، وصل بن زيتون يقدم الشاهينية بشعار هجن الرياسة. غادرنا الكيلو الأخير، يلا يا مضمرين، يلا يا مضمرين. وهذه الانطلاقات، يا عوايد على المركز الأول، عوايد هجن الشحانية، وجابر بن سالم بن فاران يقدم عوايد. الشاهينية في المركز الثاني، هجن الرياسة يقدمها سعيد بن مظفر. المركز الثالث الشاهينية، صاحت العصا، صدرت الأوامر، شعار الرياسة، شعار الشحانية، شعار العاصفة، كل المؤسسات حاضرة، التقت في المرموم قبل ختام الشحانية، قبل الرموز يا مضمرين، قبل الرموز يا مضمرين. في هذه الانطلاقات، في هذا الملتقى، راح الزيت يراح بن زيتون، هذا اللي يقدم فنون، هذا اللي يقدم جنون، هذا اللي يقدم تضمير، كل ما هو جميل. الله يا ابو سعيد، شعار هجن الرياسة والشاهينية، محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الثاني الشاهينية من هجن الرياسة، المركز الثالث عوايد من هجن الشحانية، المركز الرابع الشاهينية من هجن العاصفة، المركز الخامس هملولة من هجن الرياسة. هكذا كان الشوط، مثير وحماس وتبادل المراكز، وشيء جميل تعودنا عليه في هذا الانطلاقات وفي هذا التحدي الجميل. نعود إلى التوقيت الزمني، وبنقول التوقيت الزمني 12 دقيقة أكيد في الثمانية كيلومترات، ولكن 36 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية الشاهينية من هجن الرياسة، قادها في التضمير محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، تهانينا. 12 دقيقة 37، 6 أجزاء من الثانية، المركز الثاني الشاهينية من هجن الرياسة، أيضا سعيد بن مظفر العامري ما قصر أبو محمد في هذه المتابعة والانطلاقة. المركز الثالث 12 دقيقة، شوف يا الحبسي، و 37 و6 أجزاء من الثانية، عوايد من هجن الشحانية، جابر بن سالم بفعران المري، تهانينا ونامو.